السلام عليكم، معكم محمد عمر حسن أحد أفراد فريق بيم إريبيا. اليوم حابين نتكلم عن كيفية الاستفادة من ملف IFC أو الملف مفتوح المصدر، في إنه نعمل إكسبورت للملف من ريفيت إلى برنامج ديلوكس إيفو من أجل حسابات الإنارة وكافة خصائص الاستضاءة. طيب، في البدء بندخل على ملف الموديل اللي إحنا شغالين عليه في ريفيت، whatever كان نوع الملف، ده الموديل اللي إحنا شغالين عليه، عاوزين نشتغل عليه إنارة خارجية أو داخلية. فبنمشي قائمة فايل أو فايل، بعد كده إكسبورت، بنعمل إكسبورت as on IFC. طيب ببراوز، إذا كان عندك حتة معينة عاوز تحفظ فيها الفايل، اسم الفايل، بعد ذلك إكسبورت. طيب أنا سلفا عملت إكسبورت للملف، موجود عندي في داونلودز بالصورة دي، أو 2018 apartments. طيب الخطوة الثانية، نمشي على برنامج الديلوكس إيفو، نعمل كلوز بحيث نشوف الخطوة من الأول. طيب دي واجهة البرنامج، من البداية بتظهر معك كده. بنمشي importing، بنعمل import للملف الـ IFC. طيب هننتظر شوية، الآن هو بيعمل قراءة لكافة العناصر الموجودة في الملف، بعدها بيعمل import. طيب ده الملف فتح معانا في الديلوكس إيفو، بتقدر تتحكم كأنك في الريفت. طيب هنا دي البلانس بتاعت ما احنا عاوزين نشتغل على الليفل 3. طيب ده المطبخ اللي احنا شفناه في الريفت، عاوزين نشتغل إنارة اللي هو هناخد الحتة دي كإكزامبل يعني. وديلوكس إيفو هو برنامج احترافي أيضا، له ماتيريال خاصة به وله درجة من الاحترافية، لابد انه اي شخص بيعمل في التصميم انه يكون على دراية كافية ببرنامج الايفو. طيب بنمشي القائمة بتاعت لايت اللي هي منها انا بعمل يعني امبورت للكشافات او الانارة او اللامس اللي انا بستخدمها في البرنامج. هلا انا شغال على كتالوج شركة ايجوزيني، شركة ايطالية معروفة، عندي كتالوج بلاج ان الكتروني، اخترت الكشاف ده وعملت يوز ان ديلوكس فظهر معي هنا. طيب انا عاوز اعمل ارنجمنت للكشاف ده، فاخترت طريقه بتاعت ريكتانجلر بحيث انه بمساحه الغرفه يعني، ففي كم طريقه. طيب الان زي ما شايفين هو وزع 3 كشافات من النوع اللي انا اخترته من شركه ايجوزين. طيب بنعمل انتاير بروجكت، الان هو بيبدا حسابات للسبيس بتاع الكيتشن. ننتظر شوية، طيب الآن هو خلص الحسابات ولكن ما فيها أرقام ظهر، لأنه إحنا محتاجين حاجة اسمها calculation object اللي هي كشبكة أرضية أو يقرأ منها الحسابات بتاعت الإضاءة. طيب هنروح 3D، الآن زي ما شايفين دي اللي هي الشغل بتاع الإضاءة، والآن عمل إضاءة للمطبخ بصورة جميلة جدا. محتاجين نقرأ، حتى الآن هو عمل حسابات للضوء الداخل المطبخ والضوء الشارد من المطبخ باتجاه الصالة المجاورة للمطبخ. طيب ده مثال بسيط في كيفية الاستفادة من ملف الـ IFC في الإضاءة، وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة سوف نقوم إن شاء الله بشرح العديد من البرامج وكيفية الاستفادة منها وربطها ببرامج البيم. شكرا جزيلا.